في يا جماعة؟ هو احنا كمدرسين مستبحة مننا ليه كده؟ ليه كده عادي كده؟ ليه حرام عليك؟ مش كفاية اللي احنا شايفينه؟ الفيديو ده على أبلة كوثر اللي بتروح عند الست دي، خدي بالك احذري. بتاعت بنتي جت النهارده اول يوم عشان تديها الدرس بتاعها، وما كانش عندي في الثلاجه قلم منجايه، وكمان هنا شويبس. قلت ادخل المطبخ واعمل لها حاجه حلوه سريعه وبرده تعجبها، هيبقى شكلها الطف بدل ما انا اعمل صب لها كوبايه شويبس كده، ويعني مش هتبقى برده قد المقام. قلت بقى اخد كده اشرتها بالشكل اللي شايفاه انجل الزينه فقط لا غير. عايزه اقول لكم قسم بالله ابني شربها قبل ما اطلعها بره، فاضطريت بقى ان انا اطلع منجايه من الفريزر واسيبها تفك واعملها لها. قولي رايك. هي مش لسه قايله ان مفيش غير منجايه واحده في الثلاجه؟ قبل كده احذري.